الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور بعد مع اذنك؟ حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي، زوجي عنده حويصلة عنكبوتية ورا عينه الشمال، وحضرتك عينه بدأت تطلع لبره، فروحنا لحضرتك عملنا أشعة وكده، فقالوا في حويصلة عنكبوتية في المخ ورا العين. على طول حضرتك عنده صداع شديد جدا وعينه عمالة بتطلع لبره وكده، فروحنا للدكتور اداله بس حقنة كورتيزون كده وخلاص، وبس الصداع على طول مستمر وكده، وعينه على طول حمرة وبتوجعه، ما بيقدرش حتى يعني اي يلمس عينه او يلمس المكان اللي هو عند انتوا عينه كده. وديتوه لدكتور ايه؟ مخ واعصاب. مخ واعصاب. اوكي تمام. رحنا لدكتور عيون، قال لا هي مش متعلقة بالعين خالص، وعملنا كمان رسم عين وحاجات، قال لا دي مش متعلقة بالعين، دي متعلقة بالمخ. طب حضرتك طيب عايز تسألها اي سؤال؟ هو هيسألك. عمل اشعاعات يا استاذة؟ ايوه حضرتك، عمل اشعة طلعت الحويصلة ديت جوه المخ عمل نفسه. اشعة ايه؟ يعني عمل اشعة على الشرايين، ولا عمل اشعة على المخ، ولا رنين مغناطيسي على المخ، ولا حضرتك ما تعرفيش؟ لا والله مش عارفة، بس هي الدكتور بتاع العيون قالها هي في المخ، مش في العين. طيب، هو الكلام اللي بتقوله الأستاذة، طب هنقفل معاكي هو حضرتك، طيب حضرتك اللي يعني هي بتخلي عينه تطلع لبره وصداع صداع، وما بيقدرش عينه حتى عينه بدأت يعني يحصل فيها جحوظ، جحوظ، وبدأت تبقى محمرة شديد. احمرار شديد وألم تمام، وصداع. وفي صداع شديد. تمام. عنده كم سنة؟ خمسة وأربعين كان عمل حادثة قبل كده، أو اتخبط، أو حاجة من هذا القبيل؟ لا حضرتك ما خالص. حصلش. طيب بنشكرك، وهيرد عليك الدكتور. شكرا. طيب، هي الأستاذة واضح من كلامها إن الكلام اللي بتقوله ده طبعا يؤدينا إن احنا ممكن كتشخيص مبدئي، احنا ما نقدرش نجزم بيه، إنه ده بيبقى حاجة اسمها ناسور شرياني وريدي. ده غير الكلام اللي احنا بنتكلم فيه خالص. ده عبارة عن تمدد شرياني ماشي جنب وريد من الأوردة الأساسية للمخ، أو التجمعات الوريدية في المخ، فالتمدد الشرياني انفجر جوه الوريد. ده بقى انفجر جوه الوريد. مشهور جدا اللي الأستاذة بتقوله، إن بلاقي فعلا في جحوظ في العين يصاحبه احمرار، ايه وبأحيانا سببه؟ بيجي ليه من ايه؟ بيبقى ليه سببين، هل ضغط مثلا؟ يا اما سبب من ضمن الاسباب اللي هو التمدد الشرياني. هو بيبقى مشهور عنه انه بيبقى عباره عن ناسور شرياني وريدي ما بين الشريان السباتي، اللي هو الشريان الاساسي اللي مغذي الجزء الامامي من المخ، وما بين الجزء اللي هو التجمع الوريدي الكهفي، اللي هو بيبقى في قاع الجمجمه، لان الشريان السباتي هو وداخل الجمجمه من قاع الجمجمه بيمشي جوه التجمع الوريدي الكهفي، فممكن بيمشي جواه. فلو في تمدد شرياني في الجزء ده، تمام، انفجر فجر. بقى كده واصله شريانيه وريديه. اوكي، ده بنشوفه لو هو في تمدد شرياني لاي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها. السبب التاني وبنشوفه كتير في الحوادث، يعني حصل ان حادثه، عشان كده حضرتك سالتها، اتخبط، حصل شرخ في قاع الجمجمه، لان انا عندي الشريان السباتي ليه فتحه في قاع الجمجمه بيدخل من جواه عشان يبقى جوه المخ. الفتحه دي بيحصل فيها زي كسر او شرخ، فبيحصل ان بيعمل قطع جزئي في الشريان في الجزء ده، فبيعمل وصله شريانيه وريديه تظهر زي ما الاستاذه بتقول. انا بلاقي فيه صداع شديد جدا، بلاقي فيه جحوظ في العين، إذا كانت على الناحية اليمين بيبقى اليمين، أو على الناحية الشمال بيبقى الشمال. بتوصل أحيانا، إحنا كان عندنا مريض بينزف من عينه، لأن الضغط الوريدي ضعيف جدا، الضغط الشرياني قوي جدا، قوي جدا، فالشريان لما يفتح على وريد يبدأ يعمل المشكلة دي. طبعا جوز الأستاذة اللي هي اتصلت ده هيحتاج إن إحنا إيه، لا انا عايز اسال ايه حقنه الكورتيزون؟ ليه كورتيزون؟ انا برضو ما اقدرش اشوف، يعني اقدر افسر اللي حصل. تقريبا هو محتاج فحوصات متقدمه اكتر من الكلام اللي الاستاذه قالته. طبعا. يعني هنحتاج اشعه متعدده المقاطع، هنحتاج قسطره مخيه طبعا تشخيصيه، نشوف ده ايه السبب اللي ادى لكده وهنعمل فيه ايه. انما هي واضح من الكلام ان ده زي ما انا قلت لحضرتك ناسور شرياني وريدي. نرجع تاني لموضوعنا.
يا ريت تاخدي بنصيحة الدكتور انك تروحي تعملي له كل الحاجات دي. وفي على فكرة مستشفيات كتيرة جدا حكومية اهمها القصر العيني مثلا، القصر العيني فيها دلوقتي موجود في كل المستشفيات الجامعية، يعني سواء مستشفيات القصر العيني أو جامعة الأزهر أو عين شمس طبعا احسن تخصصي. حاجة جامعة الأزهر طبعا، فهي ممكن طبعا تيجي تشرفنا في أي وقت، طبعا أهلا وسهلا بيها إذا كان في مستشفى الحسين الجامعي أو في مستشفى سيد جلال الجامعي. بالظبط يعني، فمهم جدا انك تعملي الدكتور قالك عليه. طيب